أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. قطعنا أسبوعين بسبب الأوضاع والأحوال، نسأل الله تعالى يرفع البلاء. المفترض إن شاء الله أنه هذا الدرس يكون درس ما قبل الأخير، والدرس القادم يكون الدرس الأخير إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. نذكر أنفسنا، نذكر إخواننا وأخواتنا أن مادة النحو هي من المواد الأساسية، وأنا من أعظم مقاصد الباطل ضرب اللغة العربية عند المسلمين. إذا ضربت اللغة العربية عند المسلمين فلا يفهموا القرآن، ولن يفهموا السنة، ولن يفهموا الفقه، ولن يفهموا الحديث، ولن يفهموا كلام العلماء. وإذا لم تعلم الأمة الحلال من الحرام، ولم تفهم كلام العلماء، انضرب الدين فضعفت الأمة. لذلك لابد أن نحافظ على هذه المجالس وعلى هذا العلم بالذات، ونمكنه عندنا حتى يعني بإذن الله تعالى يكون مفتاح لنا لكل خير. وطبعا يا أخواني، حتى لا أطيل كثيرا، أذكر أن هذه السلسلة هي فقط مفاتيح أولية، والكثير من الأمور يحتاجها الإنسان بعد ما ينجز هذه السلسلة الأولى إن شاء الله تعالى. تكلمنا بالأسابيع الماضية أنه الأصل، نشوف مين مذكر، الأصل في الأفعال البناء ولا الإعراب؟ البناء، حسنتم. والأصل في الأسماء الإعراب. طالما أن الأصل في الأسماء الإعراب، فالأسماء إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجرورة. ما هي الأسماء المرفوعة؟ فاعل، لا مرفوعة، مبتدأ وخبر، اسم كان وخبر إن، بعطي وحدة، نائب فاعل. طيب المنصوبات، بدأنا بالمنصوبات الأسابيع الماضية، وقلنا أن المنصوبات أول شيء المفعيل. مين بيعد المفعيل؟ مفعول به ولأجله ومطلق ومعه وفيه، تمام. شو حكينا كمان الأسبوع الماضي، المرة الماضية آخر درس، أنه غير المفعيل شو في عندنا بعد كمان؟ المستثنى بكون منصوب، والحال بكون منصوب، والتمييز بكون منصوب، تمام. حنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نوع جديد من المنصوبات اسمه المنادى، تمام. تسهيلا لكم حتى نكسب الوقت ونسهل الموضوع باختصار، حنبدأ بمثال. يا عبد الله، من هو المنادى؟ شو المنادى؟ المنادى هو أن تناديه حتى تدعوه. قال العلماء هذه الصيغة هي عبارة عن صيغة أصلها أدعو عبد الله. ما إعراب أدعو؟ فعل مضارع. لا مضارع. طيب والفاعل أنا، وعبده مفعول به، صح؟ مفعول به، ها؟ وهو مضاف، وهذه مضاف إليه. طيب بدل أدعو شو جه محله؟ يا، تمام. فإذا هذا المنادى منصوب. من العلماء من قال منصوب بأدعو المقدرة، يعني هي من موجودة؟ يا عبد الله، يا عبد الكريم، يا طالب العلم، يا رجل البيت، يا إلى آخره، هذا كله منادى. بدل الياء اللي هو هذا، شو بنسميه الياء؟ حرف نداء، تمام. بدل حرف النداء، جزاك الله خير يا شيخ أحمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، يا سلام، شو هالدلع هذا؟ ها؟ لا لا، مش حرف إشارة، حرف إشارة غير، اسمها الإشارة غير، هذا حرف نداء. لكن نحن بس بدنا نقرأ حرف النداء، فبدل حرف النداء شو بنقدر؟ أدعو، أدعوت إنسان، ناديته، فمن دعوته يكون مفعول به،
فصار يا عبد الله. فإذن هذا المنادى، فما إعرابه؟ منادى منصوب. من العلماء من أعربه بياه، ومن العلماء من أعربه بأدعو المقدرة، يعني تقديره أدعو عبد الله، وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف والله مضاف إليه. ماشي، هذا أصل الباب. المنادى أنواع، هحط الأنواع أنا ونشوف الفروقات اللي فيها. طيب، هذه شرحناها. المنادى هنا قلنا عبدة بعد ما شرحناها وبعد ما عربناها قلنا في ختامها أن عبدة شو مضاف. فإذا هذا النوع الأول من المنادى بنسميه منادى مضاف. فيك تضرب على أي مثال؟ مين بيعطيني مثال تاني غير عبدة؟ ها لا، شوف قلت محمد انتقلنا لهون. لا انا عم بدي مضاف. يا خاتم الانبياء، شفت كيف؟ يا خاتم. طب احنا لا، حنيجي بعد شوي للمضاف تعريفه. شو هو المضاف اليه؟ شو هو المضاف؟ هو الذي لا يكتمل المعنى الا بما اضيف اليه. اذا قلت لك يا خاتم بتقول لي خاتم شو؟ الانبياء، اكتمل المعنى. يا عبد بتقول لي عبد مين؟ عبد الله، فمضاف اليه. قس على ذلك. تمام، أمثلة بعد. يا طالب العلم، يا صاحب البيت، يا إمام الرسل، يا خلاص تمام خلصنا. يا معشر، لمعشر بي معشر القوم، تمام. كل هذا منادى منصوب، خلصنا. طيب، في عندنا شيء، الإعلام تعباني هذه، في عندنا شيء اسمه شبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف، أول شيء من معاني المضاف أنه لا يكتمل المعنى إلا بما أضيف إليه. فلو قلت لك يا رؤوفا بتقول لي رؤوفا بشو؟ فكلمة بالعباد اكتملت، أكملت المعنى. فإذا لو قلت مثلا يا طالعا جبلا، إذا في جبلنا الشباب ألم تاني، يا قارئا كتابا، قس على ذلك. شبيه ليش؟ لأنه أصل يا قارئ الكتاب، يا طالع الجبل، تمام. فعندما أضفت إليها التنوين صارت شبيهة بالمضاف. نفس الحكم، شوف منصوبة لأنها منادى ما بتضيع، بس بنسميها شبيه بالمضاف. هذا النوع الثاني، هذا النوع الأول. النوع الثالث، واقف على المنبر أنا فقلت يا غافلا، تنبه، اجلسوا جيدا لو سمحتم، بارك الله فيكم. يا غافلا تنبه، غافلا أنا أقصد به رجل بعينه. فإذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. هاي واحد نكرة. اثنين، أنا قصدت إنسانا بذاته ولا أنا واقف على المنبر عم بتكلم مع الكل؟ مع الكل. فماذا تسمى نكرة غير مقصودة؟ بسورة سبأ قال الله تعالى يا
جبال أوبي معه. ها جزاك الله خير. جبال شو؟ منادى ولا مش منادى؟ طب نحن قلنا المنادى منصوب، ليش هون يا جبال؟ قال العلماء إذا كانت النكرة، لا ما خص الجمع هون، جمع ولا مفرد ولا مؤنث، إذا كانت النكرة مقصودة فهنا تكون مبنية على الضم في محل نصب، مش ترفع، مبنية على الضم، احفظوها هيك. ليش؟ لأنه دائما قاعدي، لأنه أنا بس بدي عين أحد بذاته فهذا اسمه نكرة مقصودة. قال الله تعالى يا جبال، مش كل الجبال، فقط الجبال التي كانت بجانب داود عليه السلام والتي أوبت معه وسبحت معه، فقال الله تعالى يا جبال أوبي معه. أما إذا أنا واقف قلت يا غافلا يا مريدا يا محبا، مع مين أصدق شيخ؟ نكرة غير مقصودة. فإذا كانت النكرة غير مقصودة تكون منصوبة بالفتح، وإذا كانت النكرة مقصودة تكون مضمومة وتكون في محل نصب، مثل يا طالب. فإذا من النوع الرابع تكون نكرة مقصودة. فإذا سمعت منادى يا طالبة، شو بتكون؟ نكرة غير مقصودة. وإذا سمعت الذي نودي له بالضم يا طالب، وهذا موجود كثير في القرآن وفي السنة وفي الأحاديث وفي الأشعار، بتلاقي المنادى أحيانا مضموم وبتلاقي المنادى أحيانا مفتوح، اثنين منصوبين، اثنين مبني على النصب. بس إذا كان مضموم معناها نكرة مقصود، وإذا كان مفتوح معناها نكرة غير مقصود. الرابعة شو سماها بالكتاب؟ سماها علم مفرد. تمام؟ أي اسم علم؟ أنا لو نديت أي واحد منكم الآن بذاته، عندما أناديه هل أحرك الاسم بالفتح أو بالضم؟ بطل مضاف واحد، واثنين علم منه نكرة، وثلاثة مفرد. فلو قلت يا أحمد يا محمد يا خالد، تمام، ما بكون منادى منصوب، بكون محرك بالضم في محل نصب. فانزل منعيد على السريع. النوع الأول من المنادى منادى مضاف، يا عبد الله يا طالب العلم يا قارئ القرآن إلى آخره، هذا مضاف. شبيه بالمضاف يأخذ نفس الحكم، كذلك منصوب بالفتحة. نكرة غير مقصودة، واحد أعمى ماشي بالطريق، قال يا بده ينادي رجل، بقول يا رجل ولا يا رجلا؟ ليه؟ لأنه مش عارفه. لا، نكرة غير مقصود، شايف حد رجال، قال يا رجلا خذ بيدي، مين تقصد؟ أي حدا يجي يأخذ بيدي. أما لو أنا عارفه نكرة مقصود، يا رجل، هو واحد بس ماشي، قال له يا رجل تعال خذ بيدي. فإذا أحيانا شفت الحركة ما بين الفتحة والضم بتخبرك المعنى، يقول لك المعنى مقصود أو غير مقصود. نفتح صفحة 141. ما مش الحال يا محمد؟ المنادى اسم يذكر بعد يا استدعاء لمدلوله. يا عبد الله أي أدعو عبد الله، دايما حطوا براسكم المنادى مقدر بشو؟ بأي فعل يا شباب؟ أدعو. يا عبد الله يعني أدعو عبد الله. إذا قلت لك أدعو عبد الله، شو إعراب عبده؟ لا، مفعول به منصوب وبآخره وهو مضاف. أدعو فعل، من الفاعل؟ أنا، مقدر أنا، ضمير مقدر أنا، من تدعو؟ عبد الله. محل أدعو حطينا يا، فصارت منادى منصوب. تمام؟ وهو إما مضاف لإسم بعده كما مثل يا عبد الله، أو شبيه بالمضاف يا رؤوفا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة يا غافلا تنبه. فإن كان نكرة مقصودة مثل يا طالب، أو علما مفردا، والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، بني على ما رفع يرفع به نحو يا رجال يا رجلان يا عليان يا مؤمنون يا عليون يا علي. انزل الأمثلة تحت. المنادى المضاف يا عبد الرحمن، يلا أعرب يا، أعرب فياض، حرف نداء، عبد، لا بدناش نفعل به، نحن نفعل به بتعربوا إذا كان الفعل ظاهر، بس نحن نقول مقدرة بأدعو، نحن نقول منادى. هلأ منادى منصوب بحرف النداء يا أو بأدعو المقدرة، وعلامة نصبه وهو مضاف. الرحمن
مضاف إليه، ممتاز. يا زين العابدين نفس الشيء، يا أبا سعيد نفس الشيء، شبيه بالمضاف. يا عظيما نفس الشيء، نداء وكذلك عظيما منادى. نكرة غير مقصودة، يا مغترا، أنا بس أقول يا مغترا، واقف على المنبر أقول يا مغترا، أقصد واحد بذاته ولا أقصد العموم؟ لو كنت أقصد واحد بذاته شو كنت؟ يا مغتر. واضح؟ شفتوا بس الفرق بين فتحة والضمة. النكرة المقصودة يا غلام، مقصودة يا غلام، يا أستاذ، يا طالب. إذا أنا واحد شايفه عم بلتي شو بقول له؟ يا طالبة. إذا قلت له يا طالبة شو بتقول لي؟ شو بعد ناقص الجملة؟ مضاف. تقول لي يا طالب العلم، يا طالب الفرقان. أما إذا واحد بدعينه بذاته بقول له يا طالب تنبه، يا طالب اكتب، تمام. والعالم المفرد يا محمد، يا حسين، يا صادق، يا خليل. في عليه تمارين لازم تحلوها. انتقلوا لي للمبحث اللي بعده اللي هو لا، مبحث جميل جدا، ركزوا فيه. ميز على الشيخ احمد، بسم الله. يا لا، الى كم قسم تنقسم لا؟ مين بقول لي؟ كلمه النافيه بتحتمل اكثر من معنى، ممكن تفصل لي بدون ما تقول لي؟ خلينا اكتب لكم امثله وانتم قولوا لي شو. برفع اليد. أول نوع من الله شو هي؟ ها؟ هدي ناهية؟ أنا عم بنها؟ بدنا نفكر بالمعنى. لا نوع من أنواع النافية. النافية نوعين، ها؟ النافية، بس في نافية بتدخل على الفعل وفي نافية بتدخل على الاسم. النافية اللي بتدخل على الفعل تنفي الفعل، والنافية اللي بتدخل عن الاسم بتنفي الجنس، بسموها لا النافية للجنس. طيب السؤال، لا النافية للفعل ماذا تفعل؟ انت قلت لا يدرس، لا يدرس، لا يدرسوا. طيب شو عملت يعني؟ أحسنت يا هادي. لا محل لها من الإعراب. لا يأكل الطعام، لا ينام الليل، لا ينهاكم الله، ما عملت شيء. مش لا ينهاكم الله حذفنا حرف العلة، لا، لا ينهاكم الله. عندما تدخل لا النافية على الفعل لا محل لها من الإعراب. لا يدرس محمد، عرب له هي يدرس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة ومحمد فاعل. خلصنا، واضح؟ هذه لا نسوها. اللا الثانية هذه حكينا فيها بالمجزومات، شو هي؟ هذه شو اسمها؟ لا الناهية، لا تأكل، عم بنهاك. لا الناهية شو بتعمل؟ تجزم، جازمة. مذكرين شو هن حركات الجزم؟ شو علامات الجزم؟ واحد سكون، لا تأكل. وشو اثنين كمان؟ مين مذكر؟ حذف حرف العلة. شو كمان ثلاثة؟ حذف النون. لا تأكل حرام، هذه خلصين منها. اليوم الدرس عن هاي، لا النافية تدخل على الجملة الاسمية، هي اسم النافية للجنس. فبقول لا رجل في الدار، ولا لا رجلا في الدار. أول شيء هاي اللا اللي هي اللا النافية للجنس، ليش دخل الكاتب بهذا المبحث؟ عن شو عم نتكلم هلا؟ على المنصوبات. شو قلنا؟ التمييز والمنادى والحال والمفاعيل. من المنصوبات اسم لا. فإذا لا النافية للجنس تعمل عمل شو؟ إن. أحسنت. ليش؟ لأنه إذا قلنا إن
دخلناها على الجملة إن الله غفور، كان الله غفورا غفورا. فإذن اسم إن شو إعرابه؟ منصوب، وخبر إن مرفوع، واسم كان مرفوع، واسم كان وخبر كان. طيب لو قلت لا، لو دخلنا لا فدخلناها على الجملة الإسمية رجل في الدار، فأدخلت علي أنا لا رجل في الدار ولا لا رجل في الدار، تعمل عمل إن ولا تعمل عمل كان. هذا اللي بدنا نفصل فيه، فيه لا نوعين حمحي عشان نفصل بهذه الله. واضح أول شيء أنواع لا؟ لا مش مفصلون عندكم هناك بالكتاب، هلأ نحكي فيها. اكتبوها على السريع أنواع لا بسرعة. أول مثال لا طالب، مش هحرك أنا، علم محروم، حرك اللي هي لا طالب لا طالب علم محروم. أعرب لا شو منقول؟ كمل تعمل عمل إن كمل كمل قبل كمل فيها لا لا ها شو تدخل على الجملة الإسمية كمل تنصب الأول اسما لها مثل إن. بس تخلصت إعراب لا، الآن قلت طالبة، شو بتعربها؟ اسم لا، اسم لا منصوب علامة نصبه فتحة وهو مضاف، لأنه لو قلت لا طالبة مش مفهوم، وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور ومحروم شو؟ أيوة عدناها لي لا. إذن محروم خبر سلمو يا بطل، واضح؟ فإذن هذا النوع بكون النوع الأول اللي هو المضاف. النوع الثاني لا ساعيا في الخير مذموم. ساعيا إذا مذكرين الدرس اللي قبله المنادى، قلنا أول نوع يا عبد الله مضاف، النوع الثاني شبيه بالمضاف، مثل شو شبيه بالمضاف؟ لا يا رؤوفا بالعباد، يا طالعا جبلا، لا ساعيا، فهذا شو اسمه؟ شبيه بالمضاف، نفس الإعراب لا. شو إعرابه؟ لا نافية للجنس، تدخل على الجملة الإسمية، تعمل عمل إن إلى آخره. ساعيا اسم لا منصوب. طيب في الخير، انتبه، ساعيا اسم لحالة، بدلا في الخير جار ومجرور، بعدين مذموم، شو إعرابه؟ أيوة مذموم خبر لا، تمام. طيب حرك لهي الجملة، لا شيء أفضل من الأدب، حرك لهي شو هي يا شيخ على صوتك؟ لا شيء أفضل، ليه؟ أيوة شيء شو؟ اسم لا وأفضل خبر لا مرفوع، أفضل من الأدب، واضح؟ مين بيعطيني مثال بالقرآن؟ لا سورة يوسف تثريب عليكم. شو إعراب لا تثريب؟ نفي للجنس، عم نتكلم عن التثريب، لا تثريب. إعراب لتثريب اسم لا منصوب علامة نصبه إلى آخره، تمام. يلا افتحوا الكتاب صفحة 143. قال خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، تقدم ذكرهما في المرفوعات، ما حنحكي عنه لأنه حكينا عنه قبل، بس حنتكلم عن شيء بيدخل تحت وهو من المنصوبات. غير أن اسم لا لا يعرب إلا إذا كان مضافا
أو شبيها بالمضاف أو مفرد، يعني هو الأصل أنه مبني، نحو لا طالب علم محروم، لا ساعيا في الخير مذموم. أما المفرد فيبنى على ما ينصب به، نحو لا شيء أفضل من الأدب، ولا متحدين مغلوبان. لو قلنا ما إعراب متحدين على السريع؟ لا متحدين، طيب ليه؟ لأنه مثنى. أحسنتم، شفتوا؟ يا لأنه مثنى. طيب لو قلت كمل لي مغلوبون، أو نحن هون عم نتكلم عن المثنى مغلوبان، لو قلت لك لا متحدين مغلوبين ولا لا متحدين مغلوبان؟ ليه؟ لأن خبر لا شو بتكون؟ مرفوعة، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. واضح؟ يلا شوف انزلوا شوي على معنى وقت، هلا بنرجع لهم إذا ضل معنى وقت. انتقل على صفحة 145، جر الاسم ومواضعه. فإذا على السريع، تلخيص سريع، الاسم دائما معرب ولا مبني؟ بسرعة، معرب. إذا معرب يعني إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. المرفوعات شو هي بسرعة؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن. خلصنا المرفوعات. المنصوبات مفعيل، ما هي مفعيل؟ به، معه، فيه، لأجله، مطلق. شو كمان؟ مستثنى وحال، تمييز ومنادى، واسم لا نافية للجنس التي تعمل عمل إن. خلصنا المنصوبات. هذا الأساس بالنحو يا إخواني، هو هذا المباحث. هلأ حنتكلم على المجرورات ومنكون خلصنا اليوم. الدرس القادم إن شاء الله منختم المادة بإذن الله بالمتبوعات. قديش المرفوعات مفصلة وقديش المنصوبات مفصلة؟ المجرورات بسيطة، المجرورات هن بس واحد من اثنين، لا ثالث لهما، الأول والثاني. وهو الكل مرأوا معنا أصلا. هذا شو حكمه؟ جار ومجرور، المجرور بحرف الجر، وطالب العلم شو هو؟ مضاف ومضاف إليه. تمام؟ حنتكلم شوي تفصيل عنهم، بس حنقرأ من كتاب صفحة 145. جر الاسم ومواضعه. الأصل في الجر أن يكون بكسرة. أيوة، شو علامة الجر؟ كيف تكلمنا عن الرفع؟ أن الرفع علامته أن يكون، هات لنشوف، فيه مذكر الضم وينوب عنه بالألف في المثنى والواو في الجمع. طيب والنصب؟ الفتحة وينوب عنها الياء وينوب عنها كذلك الألف في المثنى. طيب ينوب عن الكسرة، ينوب عنها ياء في المثنى، مثل على السريع في البيتين رجلين، وجمع المذكر السالم في مررت بالمسلمين معلمين. تمام، والكل جمع مذكر سالم. والأسماء الخمسة، شو الأسماء الخمسة؟ مررت بي أبي. لو قلت لك يلا على السريع، بسم الله، مررت، يلا نستذكر كمان الماضي، يلا أحمد مررت، اعرب لي مررت، فعل ماض مبني على لا، مبني على لا، مررت
سكون لاتصاله بالتاء، تاء الضمير والتاء رفع فاعل، ب با حرف جر المسلمين، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. تمام. طيب مررت بأبي عمر، مررت عرفناها، بأبي عرب لي بأبي بحرف جر لا محل له من عرب، أبي عرب لي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. تمام. وفتحة في الممنوع من الصرف، مثال يلا تذكروا لي ممنوع من الصرف. دمشق. ها بس انت قلت يا منصوبة، نحن عم نتكلم عن الفتحة في الجر. احسنت يا عمر، مررت بي عمر، ما الذي منعه من الصرف؟ العالمية. ها أبا حنيفة، بأبي حنيفة. ها مررت بقول أبي حنيفة، ها أبي هريرة. ليش؟ ما الذي منعها من الصرف هون؟ العالمية والتأنيث. ذنبكرين أسباب المنع من الصرف. فإذا المجرور يجر بالفتحة التي تنوب عن الكسرة إذا كان ممنوعا من الصرف. فإذا صار في عنا الكسرة وصار في عنا الياء صار في عنا الفتحة لممنوع من الصرف. شوف شو قال، ضرب لك مثال، أخذت برأي أبي حنيفة، يلا عربوا له، أخذت هادي أحسنت، هاي أخذت ب برأي الباء حرف جر ورأي اسم مجرور، كمل ما عملك برأي، خلصنا جر ومجرور. شو كمان؟ أنا أقول لك أخذت برأيي، حتقول لي مين؟ رأي مين؟ يعني في شيء بده يكمل المعنى. فشو منقول؟ وهو مضاف، أبي مضاف إلي، كمل، مجرور وعلامة جره هلأ قول لي لا لا الياء لأنه من الأسماء الخمسة، كمل، وهو مضاف. مررت أخذت برأي أبي، أبي مين؟ تقول لي وهو مضاف، حنيفة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. تمام. كمل، أبي حنيفة النعمان، نعماني ولا النعمان ولا النعمانة؟ لا. أخذت برأي أبي حنيفة النعمان. ليش؟ لأنه قلنا لكم بالممنوع من الصرف على وزن فعلان، الفعلان ممنوع من الصرف. وصاحبيه أحمد، وصاحبيه معطوف على ما قبلها، ما قبلها مجرور، شو بتكون هي؟ مجرورة وعلامة جرها الياء لأنه مثنى. تمام. وزفرة، زفرة كمان ممنوع مجرور ولأنه هذا من الخواص الممنوع من الصرف. والعراقيين لأنه جمع مذكر سالم، بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب. والاسم يجر إذا كان مسبوقا بحرف من حروف الجر أو كان مضافا إليه. حروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام والواو والتاء ومذ ومنذ، وحتى نحو سافر محمود من القاهرة إلى الإسكندرية في يوم. ويحتاج الظرف إلى متعلق يتعلق به. دائما بس تلاقي جر ومجرور بتقول والجار والمجرور متعلقان بفعل مررت بما قبله، وكذا الجار إذا لم يكن زائدا. طيب المضاف إليه اسم نسب إليه سابق، طالب نسب إلى العلم، حامل الكتاب، صاحب البيت. الاسم اللي قبله نسب إليه ليه سبب؟ ليتعرف السابق باللاحق، يعني لولا اللاحق لما عرف من هو السابق. لو قلت طالب لقلت لي من طالب؟ عندما قلت لك طالب العلم عرف طالب بما أضيف إليه وهو العلم. كنور القمر، لو قلت نور لقلت لي نور ماذا؟ عندما قلت لك نور القمر عرف النور بالقمر. اثنين، أو يتخصص به، نور مصباح، نور القمر للتعريف وأحيانا بكل التخصيص مثل نور مصباح. وإذا كان الاسم المراد منونا حذف تنوينه، يعني هي أصلا جاء
طالب، تمام؟ قمت أنا حولت طالب لمضاف، شو بقول جاء؟ طالب العلم. نشوف شو أصلها هي، أصلها هي خليها هون جاء، وهي أصلها جاء طالب، تمام؟ قمت أنت مش عارف شو نوعيته للطالب، قلت لي من الطالب؟ فقلت لك جاء طالب العلم. بالإضافة يحول التنوين إلى ضم، ما فيك تقول جاء طالب العلم، بتقول جاء طالب العلم، وإذا كانت غير مضافة بتقول تقول جاء طالب مش مضاف صار طالب، هذيك جار ومجرور، تمام؟ وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم حذفت نونه. شوف قال تعالى تبت يدا أبي لهب، لو قلت يدا لحالة بدون أبي لهب، لو قلت تبت يدا هيك بقوله، هي أصلا تبت يدان بس مش معروفين إيدين مين، قلت لك فيك تعرف لي؟ بقول لك بعمل لك إياها مضاف عشان تعرف لمين الإيدين طلعت، تبت يدا أبي لهب، راحت النون مثل ما هون راح التنوين لأني أضفتها، ذهبت النون وأضيفت لما بعدها، تبت يدا أبي لهب وسد. وضعنا قاصدو الكعبة، شو أصلا؟ قاصدون، عندما أضفتها صارت قاصدو الكعبة. طيب مسألة أخيرة نختم بها، إذا كان الاسم المعرب مضافا لياء المتكلم فالاشتغال آخره بكسرة المناسبة تقدر عليه الحركات الثلاث، نحو إن مذهبي نصحي لصديقي. شوف حأختم بهاي، ركزوا لي فيها كلكم سوا لو سمحتوا، إن مذهبي نصحي لصديقي، يلا رفع اليد، إن طيب كمل، يدخل على الجملة الإسمية، شو بيعمل؟ ينصب الأول اسما لها ويرفع الثاني خبرا لها، خلصنا؟ تمام. مذهبي اسم إن، ممتاز، مذهبي اسم إن، بعدين اسم إن شو بكون؟ دائما تذكر بالقرآن إن، بتقول شو إن بعدها؟ ذكر إن الله، لأنه هي محفوظة عنا دائما، إن الله غفور، كان الله غفورا، اللي بعده بالأول مش متدرب شو إن وشو كان، دائما الأول منصوب والثاني مرفوع، فإذا أول اسم بعد إن شو بكون؟ اسم إن منصوب. كمل إعراب، إن مذهبي شوف بس بدك تعرب شو لازم تعمل، الكلمة بترجع على أصلها، شو أصلها؟ مذهب، فأنت مخفتش على أي حرف، لا على الباء، شو محرك الباء هون؟ بالكسرة، لما؟ في شيء اسمه لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، أصلها هون شو تكون؟ إن مذهبي، بس ما بتتوافق الفتحة مع الياء، فماذا فعلت؟ حركت بالياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لما بعدها اللي هو الياء، لأنه ما بتزبط باللفظ، إن مذهب مثلا هي إن مذهب الشيخ، بس أنا الشيخ بدي أحكي عن نفسي، إن مذهبي، فما بقول إن مذهبي، ما بتزبط، فعندما أعربها أقول مذهب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وحرك بالكسر لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، بس سهل كتير، تمام؟ لا لا لا، هديك إذا كانت الياء هي آخر حرف بالكلمة فما تحركت الياء بالفتحة، فقلنا للثقل أو للتعذر، لكن الياء أصلا هو ضمير متصل على الكلمة مضاف وجر بالإضافة، هذا الضمير مش من أصل الكلمة، تمام؟ يعني لو كان مثلا جاء، شوف الفرق بين هاي وبين هاي، جاء القاضي، عرب للقاضي، جاء فعل القاضي
فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. ما بقول للقاضي الضاء حركت بالكسر لاشتغال محل، ما هو القاضي لسه ما خلصت الكلمة، بتخلص الكلمة بالياء، أما هون خلصت الكلمة بالباء فالياء أضيفت لها، فأنا بتطلع على الباء، الباء حركت بالكسر لما؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. نصحي، عرب لنصحي بسرعة. خبر إن ممتاز، خبر إن شو؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة و لا ممكن أو وحرك بالكسر لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب لصديقي، مش عم بحكي عن الإضافة بالياء، بس أنا بدي أحكي بس عن موضوع اشتغال المحل بحركة مناسبة. الجار والمجرور كيف إعرابه؟ حرف جر، صديقي اسم مجرور وعلامة جره لا، وين الفتحة؟ لصديقي لا يا شباب، بس بدنا نعرب أي كلمة بنطلع على آخر حرف من أصل الكلمة. شو أصل الكلمة؟ صديق. فإذا لصديقي، فإذا هنا جاءت الكسرة مناسبة لأنه مجرور والمجرور يحرك بالكسرة. واضح؟ بس شوف شو قال لك، قال إذا كان الاسم المعرب مضافا لياء المتكلم مذهبي فلاشتغال آخره بكسرة المناسبة تقدر عليه الحركات الثلاث، وإذا كان مقصورا فلتعذر تحريك الألف تقدر على آخره الحركات الثلاث أيضا. إن الهدى هدى الله، عرب لي إن الهدى، أول هدى شو هي؟ اسم إن، شو عربة؟ اسم إن شو بكون؟ منصوب. طب وين الفتحة هون؟ مقدرة على الألف المقصورة. طيب إن الهدى هدى الله، هدى الثاني شو؟ خبر إن، شو بتكون؟ مرفوعة وعلامة رفعه الضمة المقدرة. تمام. وإذا كان منقوصا فالاستثقال ضم الياء وكسرها تقدر على آخره الضمة للرفع والكسرة للجر، نحو حكم القاضي، جاء القاضي، هذا للتعذر، على الجاني كذلك للتعذر. باختصار إذا كانت الياء ليست من أصل الكلمة فيحرك الحرف الذي قبلها بالكسرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وإذا كانت الياء من أصل الكلمة فلا تحرك بالفتح والضم للتعذر أو للثقل. تمام؟ من رجعن ومنحل نحاول الأمثلة ضروري، وإذا حد عنده سؤال يسألنا خلال الأسبوع ضروري نقرأ الأمثلة ونقرأ التمارين. إن مد الله في أعمالنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ختام هذه الدورة وهذه السلسلة المباركة من الدروس النحوية. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب.